جهاز سلامة الغذاء 70% من المواد الغذائية بالأسواق الشعبية مغشوشة. دكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء حذر المواطنين من مخاطر المواد الغذائية الفاسدة والتالفة التي تتزايد مع حلول شهر رمضان، وأوضح لصحيفة الوطن أن 70% من المنتجات المعروضة في الأسواق الشعبية فاسدة وتحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة، ويجري تصنيعها في مصانع بير السلم، وأن الزيادات الأخيرة في الأسعار ساعدت على إقبال المواطنين على السلع المضروبة. وأضاف أن اللحوم والدجاج تتصدر قائمة المأكولات الفاسدة، موضحا أن استهلاك اللحوم يتزايد في شهر رمضان بنسبة 85%، ويرتفع استهلاك الدجاج إلى حوالي 120 مليون مقابل 60 مليون دجاجة متوسط للاستهلاك الشهري طوال العام. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك يا أحمد، وأهلا بمشاهدينا الكرام، وكل سنة وأنت طيب ومصر طيبة وبخير. كل عام حضرتك بكل خير. للوهلة الأولى لأي حد يسمع الخبر ده أستاذ محمود هتساءل إذا كانت الدولة بتقر أنه في 70% من المواد الغذائية بالأسواق الشعبية مغشوشة، طب فين الدولة من هذه المسألة؟ إزاي سمحت بهذه المسألة؟ أنا في نقطة يا أستاذ أحمد أنا بس عاوز أستفسر منها. نعم. أولا النسبة دي جابها منين؟ ثانيا ما فيش في مصر جهاز اسمه جهاز سلامة الغذاء. الجهاز ده مش تابع ليكوا ولا؟ ما فيش جهاز في مصر يا أستاذ أحمد اسمه جهاز سلامة الغذاء. مع احترامي للدكتور حسين منصور. هو كان هيتم ايام سنة 2008 ايام المهندس رشيد محمد رشيد كان عاوز ينشئ وحدة سلامة الغذاء يجمع فيها كل القوانين اللي في وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة التموين المسؤول عن الغذاء ويوحدها في مشروع قانون واحد. طب الكيان ده ايه موقعه بالنسبة لأجهزة الدولة؟ انا بس عاوز اسردك الاول في الكلام. وكان هينشئ وحدة اسمها وحدة سلامة الغذاء، وكان من المفترض كان من المرشحين بها الدكتور حسين منصور. تمام. ولم ينشئ هذا الجهاز. فهو دلوقتي بيطلع بيقول ان هو رئيس مشروع وحدة انشاء جهاز من سنة 2008. طيب. الجهاز ده لم ينشأ. طيب خلينا نتعامل برضه مع الخبر بشكل ثاني. بس انا هجي لك في كلمة. طيب اتفضل اتفضل. فإلى الآن ما فيش جهاز في مصر اسمه جهاز وحدة سلامة الغذاء، ده أولا. ثانيا احنا كوزارة التموين احنا يوميا رقابة مكثفة من قبل مفتشين التموين وبحث التموين على كافة أسواق الجمهورية، وتم ضبط من بداية شهر مايو الماضي وحتى الآن 392 طن منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي. لكن لو قارناها بنسبة السلع الموجودة في السوق ممكن لا تمثل 2 أو 3% من حجم السلع السليمة بالأسواق في نفس الوقت. احنا عندنا حاليا دلوقتي خط ساخن 19208 ده بيعمل من 10 صباحا ل 10 مساء، عليه اكثر من 40 موظف مدربين على احد المستوى، هو كل سنتر في القريه الذكيه بنطلق عليه كافه شكاوى المواطنين. طيب انا دلوقتي بعد اضاحات حضرتك اعتقد ان المساله فيها نقطتين لازم يتحسموا. اولا ايا كان يعني كيان هذا الجهاز موجود ولا مش موجود، لكن احنا امام واقع انه في خبر صدر عنه، كون حضرتك بتنفيه او بتنفي صحته فده برضو يعني بيفرض عليكم مسؤوليه فكره ان انتم تلاحقوا من يروج لهذه الاخبار الكاذبه من وجهه نظركم، مع كامل احترامنا لشخص دكتور حسين منصور وما يسند اليه من الاخبار. تبقى المساله معلقه في رقبتكم انتوا ان انتوا تحسموا المساله دي، لانها بتوجد بلبله في الشارع لما يطلع خبر زي ده وحضرتك يعني تطلع تقول ان الكيان ده مش موجود وان الاخبار دي غير صحيحه. فاتمنى ان حضرتك المساله تحسم بتاكيدات رسميه من الدوله او من الحكومه علشان المواطن يثق في حكومته، وان وزاره التموين فعلا بتقوم بما اشرت اليه منذ قليل انها ضبطت يعني اطعمه فاسده واغذيه فاسده وصدرتها، وان النسبه نسبه ضئيله مش بهذا الحجم وبهذه الخطوره. بالتاكيد يا استاذ احمد، بس انا حبيت اقول ان احنا لنا جهود رقابيه يوميه. ما هو المساله الى جانب الجهود الرقابيه انتوا اسمح لي برضه استاذ محمود مطالبين ان انتوا تحسموا المساله دي، انه الكيان ده اللي بيطلع الخبر ده لابد من مساءلته، لان المساله انا قلت لك ما فيش كيان في مصر بالاسم اسمه جهاز سلامه الغذاء، وممكن ترجع حضرتك لكل عظيم. ما فيش جهاز في مصر اسمه جهاز سلامه الغذاء، مع احترامي وتقديري. طيب الدكتور اجي بقى للجانب الايجابي في المساله، حضرتك على لسانك بتؤكد انه ما فيش حتى هذه اللحظه يعني اغذيه فاسده، واذا كان في اغذيه فاسده انا لسه هكمل اهو، واذا كان في نسبه ضئيله فالوزاره بجهودها بيتم ضبطها اولا باول. بالظبط. وفي
وفي نفس الوقت انا بدعو الساده المواطنين لو وجد اي شكوى سواء من مخابز سلع تموينيه، سلع فاسده في الاسواق، او حتى لو واجهته مشكله في المجمعات الاستهلاكيه يتصل بنا على الفور، واحنا بالفور نوجه محمله لمقر الشكوى، ولما نتاكد من جديتها بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ده في خط ساخن للتواصل معاكم يا فندم؟ ولا اللي هو 19280 19280 ده بيعمل 10 صباحا ل 10 مساء. بتردوا اكيد يا استاذ محمود ولا؟ جربوا يا استاذ احمد. انا بقول لحضرتك ده كول سنتر. بص يا زعيم، ده مش خط ساخن فقط وعادي، تمام. ده كول سنتر على احدث مستوى في القريه الذكيه، بيعمل عليه اكثر من 40 موظف مدربين على احدث مستوى. ان شاء الله. خلي بالك احنا بنضرب المثل دايما بوزاره التموين فيما حققته من نجاحات امام وزارات اخرى، ف يعني ان شاء الله نتمنى. ولسه قدامنا كتير يا استاذ احمد، المواطن متطلباته اكتر وده حقه ان شاء الله، واحنا معاه بنواجه اي مشكله ونحلها له ونذلل له اي عقبات ونوفر له كافه السلع باذن الله بجوده عاليه بكميات كبيره باسعار مخفضه. طيب بصلاحيه ممتازه. في فيما يتعلق برمضان، هل في اي حاجه حضرتك عايز تشير اليها فيما يتعلق؟ احنا بنفتتح عده معارض حاليا دلوقتي في كافه المحافظات، معارض سلعيه كان من يومين الدكتور خالد حامد بيفتتح معرض اهل رمضان في الصندوق الاجتماعي بارض المعارض بمدينه نصر، تمام. في اكثر من 600 صنف من السلع، بتشارك 125 شركه من القطاع العام والقطاع الخاص، بيتم طرح كميات كبيره جدا من اللحوم، اسماك، دواجن، بقوليات، خضر، فاكهه، مش رمضان، وكلها باسعار مخفضه عن الاسواق بنسبه 25%. اللحوم الطازجه السودانيه بسعر 40 جنيه للكيلو، اللحوم الاردويه واستراليا اللحوم طازجه يعني عقول بيتم جلدها، تمام. من هذه المناشئ وزفحها في مصر يا استاذ احمد، تمام. تحت اشراف بيطري وطبي، عظيم. بضاعه 55 جنيه للكيلو، كيلو البولت بيتراوح من سعر 7 ل 10 جنيه للكيلو الممتاز، الدواجن المجمده تم ضخ 20,000 طن بكميات كبيره جدا في كافه فروع المجمعات السلكيه وشركات الجمله بسعر 13 جنيه للكيلو، والفراخ الدواجن دي سعرها في السوبر ماركت بره والهيبرات 24 جنيه في الكيلو نفس الماركه. بنضخ كميات كبيره من الخضر، من الفاكهه، من الزيوت. يا مش رمضان البارح بدا من 7 جنيه ل 10 جنيه. مره ثانيه منافذ التوزيع فين يا استاذ محمود؟ كافه فروع المجمعات السلكيه، كافه فروع تشغيل الجمله، سيارات متنقله، المعارض يا استاذ احمد، كافه المنافذ التابعه لوزاره التموين، منافذ الشركات المصريين، فاحنا بنكثف المعروض لتوفير اكبر كميات قدر من السلع للمواطنين باسعار مخفضه تناسب كافه الاسر المصريه وخاصه محدود الدخل، تمام. وباكد ثاني يا استاذ احمد، كميات كبيره، جوده عاليه، صلاحيه ممتازه، اسعار مخفضه. مهم جدا الصلاحيه دي، واشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود دياب على التواصل معنا، المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين.